يراسل لاعب كره بينيه اماميه، فرصه دوكاريير كان مقطوعه عصبيه بطريقه شويله من انس بوش، عمليه حصر الكره التخلص من الرقابه وبطريقه شويله يتمكن من اخراجها تمرير خاطئه، فرصه خطيره يقتنص هدف على طريقة اللاعبين الكبار بعد خطا فادح من عناصر الفيس وبعد تقدم المهدي بن عبيد، يستغل هذا الخطا الفادح ويرفع الكرة للحارس المهدي بن عبيد ليسكن في شباك الفيس، ما يتمكن من خلال ذلك من تسجيل هدف في حدود الدقيقة 45 لتؤدي في اتجاه مرمى الدفاع. سريعا يرد مهدي موهوب بطريقة جميلة بعد بناء هجومي خاطف وسريع من الجهة اليسرى، العمل كل العمل من طرف اللاعب مهدي موهوب الذي يسكن براسية في مرمى الحارس سفيان بن رحمة. جمعة مسعود جوكا يسجل هدف الثالث الذي قد يعبد الطريق لفريق الدكاري. أبناء الميبين اليوم حضور يليق بقيمة فريق اسمه الدفاع الحسري الجديدي، استغلت من طرف جمعة مسعود جوكا يسجل هدف. لاحظوا الضغط على حامل الكرة كير من طرف خالد الغفوري البديل في الجولة الثانية. جمعة مسعود جوكا يسجل رابع الأهداف له بقميص الفريق الدكاري.